والله بتجيني أسئلة بتلوي العقل تبعي، بيجيني شغلات يعني بقول لحالي سبحان الله، الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى عم يسقينا المي، الحمد لله الله سبحانه وتعالى عم يطعمينا لقمة الأكل. لك شو 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 شغلات عم تصير؟ إيه نعم. لك رجل إيه نعم فاتت حرمة لقيت رجل هو وأخته، يعني يعني وما أنكر، يعني يعني ما قال انه والله انه لا ما كذابي انت او لا لا، هون هيك وصلنا بعدين عاديه صارت زنا الاقارب زنا الارحام. مره واقف مع الشيخ حسين صعبيه، هي القصه من شي 35 سنه، وكنت حد شوي يعني اي نعم. اي انسان اول ما بيبدا بالدراسه الشرعيه بيكون حد، وعليه الصلاه والسلام يقول خير امتي احداؤها، اذا ما بتبدا حد ما لك ما في خواص، بعدين على مهلك بقى بصير ايش بصير عندك حكمه، بس في البدايات ما بتقبل العوجه ابدا، لا يمكن انك تكون داعيه في البدايات. فانا واقف معه ولا بيجي رجل بيقول له والله عم راح عم يبارك لبنت اخته عروس جديده، لعب هو وياها رقدوا بالبيت وقعت وقع فوق منها صار جماع. قال له للشيخ شو سيدي شو نعمين؟ يعني اذا مطالع لا مو عنه. الواحد قال لي انه اسالك، يخرب بيته والله وشه انه هو قدمه وشه معتم مبين عليه هو. قال له سيدي يعني، قلت له لا روح اشتري كتاب الكبائر للحافظ الذهبي وقرا عن احكام الزنا وزنا المحارم، من اتى ذات محرم فاقتلوه، لا ينظر اذا كان عزابي او متزوج او كذا، لا ينظر له. يعني هالرحله بكره بتخلص، واللذة قديش بدها تطول؟ هلا لذة الجماع بالزنا خمس دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، ما في زلمة بيقعد ساعة. خذ بقى شال وزرها ليوم القيامة، خلصت، حمل حاله هو راح بطريق وهي راحت بطريق، شال وزرها الزنا ليوم القيامة. ويوم القيامة بيحطوا نعم كفة الحسنات وكفة السيئات، فإذا حطوا البطاقة اللي فيها مكتوب عليها الزنا في كفة السيئات بتطيش بالحسنات بتطلع. اي نعم. وين بدي يروح فيها؟ يي ما خلاص، لسه بدي يجي أبوها للي زنا فيها، بدي يجي زوجها، بدي يجوا أولادها، بدي يجوا أخوات، كلهم لهم حق، كلهم اتعدى على عرضنا ولي على الحالة. بيتسلطوا على حسناته، معقولة يتركوا له حسنة؟ ناس صح لها تغرف من 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 حسنات بيتركوا له حسنة؟ عم يحكونا ايه نعم بانه يعني سبحان الله يعني يعني بعض من الناس المتقين اللي ايش وجه يلي ايه نعم سبحان الله بتلاقيهم يعني الناس بيجوا بيسالوهم وبيجوا بيقتدوا فيهم وكذا، وهي عندهم هاللغوصة هي، عندهم هالامور هي. طيب يا اخي ما انت متزوج تقي الله سبحانه وتعالى، يعني بجوز يعني مريض من هالناحية هي ما بيقاوم النساء ولو اسلوب انه يسحب فيها النساء، فبتلاقي ايش اكتر من خمس ست نساء بتلاقي مستلطين عليه. ايه عم يحكوا لنا والله والله يا اخي اي نعم سبحان الله، يعني بيجي واحد شيخ ممكن اسألك بالله سؤال ولي يا ريته ما سألني. اما اين عم واحد قال له الشيخ عبد الحكيم حاج عثمان، الشيخ عبد الحكيم عم يشرح مساله انه ابي يزيد البسطامي رحمه الله تعالى قال كنت اذا رايت امراه ظننتها جدارا. المراه بظن حيط. في طالب رفع ايده قال له نعم يا ابني، قال له سيدي انا اذا رايت جدارا ظننته امراه. اي نعم قد مو معششين النسوان بمخه. اي نعم اذا بشوف حيط بفكروا حرمه، كل الدنيا شايفه حريم. اي نعم عم تضحكوا، ما هذا البلاء احنا الكل شاحطنا. هلا المشايخ ما بيصافحوا حدا، شو بيقولوا للناس العاديين؟ اخي الضرب على القلب، بدهم يضربوا على قلبه، شو الضرب على القلب؟ ما بصير تلمسها. لان يطعن احدكم بمخيط من حديد في راسه بمسله خير له من ان يمس امراه لا تحل له. ما بجوز تلمسها، ما بجوز الصافحه. والله استحيت مدت ايدك، شو اي مدت ايدك؟ هذا دين، هذا ما بد ايدي تمد ايدها، ما مدت ايدها هذا شأنها، هي تصطفي منها لحالها، ما بد ايدي ما بصافحها. اي نعم. مره اخذني واحد اي نعم مسؤول عند مسؤول،
قلنا شغله عنده، قلنا نوصل اللي شيخ بس تعال قلنا هلا بجوز الحرمه تمد ايدها تصافحنا، مو انا اذا مدت ايدك ما مدت ايدها ما تمد ايدك تقول ما بدي ما بدي وسطك كله. رجع قال لي فوت المعينه بالله. فتنا طلعت بتفهمها صافحته له تصطفي. قال لي انا لما فتت حط ايدي على صدرات الاهلين شيخنا انا الاهلين عمو ما لها مد ايدي. هلا يبعثونا بالمانيا شيخ والله الالمان النساء الالمانيات بمدوا ايدهم بيصافحونا، اذا ما صافحناهم بيعملوا لنا مشكله بيظنونا نحن متكبرين بيظنونا كذا. ما في فتوى انه صافحون ما في فتوى شو اعمل لك؟ اي نعم. ويعذر من اسلم بدار الحرب بجهله الشرائع. هلا لا يعذر المرء بجهله في دار الاسلام، قاعده فقهيه، لا يعذر المرء بجهله في دار الاسلام. انت هون موجود بدار الاسلام، اي مساله بتشكل عليك تجي على الامام تجي على الجامع، شيخ هي شو المساله شلون حلها هي؟ اذا ما عنده علم بيقول لك ما عندي علم، من قال لا اعلم فقد افتى، تروح تسال شيخ غيره اللي مشايخ. امبارح واحد نشف ريقي من كثر ما يسالني، لك حل عني، قلت له لك روح. اي نعم. قال لي صفة ثلاث اسئله بدي اسالك، يخرب بيتك صار لك مستلمني من قبل المغرب. اي نعم. وراحت علينا السنه، بدي صلي السنه راحت علينا، ورد بعد المغرب على ما اقاموا الصلاه رد وقفني، ورد نحن ماشيين مشي معي من الجامع لبرا وهو عم يسالني. اي والله اترك روح لعني بقى لاقي غير يساله. قال لي ما لقيت غيرك، كل المشايخ هاللفات. قلت له ما لقيت ولا لفه نعم غير عم تلف حوالي انا، ولا لك شيء لفه غير لفتي. اي نعم. قال لي ما لقيت حدا جاوبني، فجاي انه اسالك له. وطالما عم يسالك واما السائل فلا تنهر، مو السائل تبع المصاري بس، اذا انسان جاي يسالك عن مساله شرعيه ما بيحق لك تدير ظهرك وتمشي، بدك اي نعم مستفتاك بدك تفتيه، ما فيها لعبه. اي نعم. واما السائل فلا تنهر. فهون هالابواب هي. اي نعم. الانسان لما عايش هون لا يعذر بجهله في دار، والله ما لي خبر انه الخمر حرام، والله ما لي خبر انه الخمر حرام، معقوله؟ ما لي خبر انه مرة جبت واحد، اي نعم، كان يجي لعندي على الجامع ما بيصلي، كان عمره بال 65 سنة ما بيصلي. ناله تصلي؟ قال ما بعرف ما بدي صلي. لا مثل ما بدك، تركته. بعدين ناله تعال هيك نتوضى ونصلي، ما في غيري أنا وياك في الجامع كذا، فتنا والله صلينا. فهو مسكين عنده إدمان وما إدمان وكذا. صلي صلي الصبح لما يكون لحاله مو معي أو مو بالجامع، بيصلي الصبح 10 ركعات، 9 ركعات، 25 ركعات. بيصلي الظهر 4 ركعات، 10 ركعات، 8 ركعات، بيتم بيوقف يصلي ليشبع، بعدين بيسلم خلصت الصلاة. قالوا الناس يعني حاله ما بيجمع يا أخي، إنه الفجر ركعتين، المغرب 3، العصر 4، ما جمع حاله. قالوا شو الصلاة اللي عم تصليها؟ مين علمك؟ قالوا الشيخ فتحي صافي علمني. خلاص إذا الشيخ فتحي علمك مزبوط معناته. ما حاله ما بيتحمل. مرة جبت شاب لساعته إيه نعم يعني بال30 عمره، بحياته ما صلى. جبنا صار يصلي معنا كمان جديد على الصلاة، راح اشترى طاقية بيضة حطة، فات على الجامع بانا قلت له صلي كل صلاة 4 ركعات، فجر ظهر عصر مغرب عشاء 4 ركعات، ما بيعرف يعده. فات على الجامع قدموا إمام صلاة المغرب، ما بدي أهله ما بصير لابس طاقية بيضة، قدموا صلى المغرب 4 ركعات. سبحان الله سبحان الله. ما رد خلص صلاة، قال له شيخنا صليت 4 ركعات. قال له إمامي وشو بتعرف؟ قال له صلينا المغرب. قال له ايه مغرب 4 ركعات. مين قال لك؟ قال له شيخي قال لي ان الفجر 4، الظهر 4، العصر 4، مغرب 4، العشاء 4، الوتر 4. شو بدك غيره؟ قال له يعني انت؟ قال له ما صلي نعم 3 ايام عم صلي يعني جديد الصلاة. طيب شو قرات فينا لك؟ اينا. فاما اللي عايش ببلاد الهونولولو ما له خبر انه في صلاة، ما له مطالب بالصلاة. بدار الحرب ما له خبر انه في صيام، ما له مطالب بالصيام. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما بلغت دعوه نبي. هذيك البلاد ما في حدا بيعلمه. هلا بلاد الكفر كلياتها صار فيها جوامع وفيها جاليات اسلاميه. اما اذا في جزيره اي نعم ما حدا ما فيها لا شيخ ولا فيها حدا. واحد عايش بهالجزيره فوق، مرة مسلم من عنده، المسلم توضى وصلى، قال له شو عملت؟ قال له توضيت وصليت. شو يعني توضيت وصليت؟ قال له لأنه في الله، فالله سبحانه وتعالى طالبنا بالصلاة، علمني الصلاة علموا الصلاة، ما علموا الصيام.
مطالب بالصلاة مو مطالب بالصيام، ما علموا الصيام. أما واحد هون يقول ما لي خبر أنه ما في صيام، إيه. ومن لمعلومين ضرورة جحد من ديننا يقتل كفرا ليس حد. تجي تقول لي ما في صيام وانت هون في دار الإسلام عايش كل جوامع وكل مساجد وكلياتها خطباء وأئمة وما لك خبر؟ مرة واحد يبعث لي خبر قال لي هات لي آية من القرآن إنه الخمر، إيه نعم، إنه ولا تشربوا الخمر، هيك بده إياها صريحة، ولا تشربوا الخمر مشان يبطل الخمر. إن شاء الله عمرك ما تبطلوا، شو أنا سائل عنك بطلته وما بطلته. مرة أجا واحد لعند الشيخ أبو الخير الميداني رحمه الله تعالى، هيك سمعتها من الشيخ حسين الصعبية، فبيقول له قال له سيدي عندي مسألة كذا وكذا وكذا. قال له إذا ما هو عامل للشيخ إنه إذا ما بيجاوبه الشيخ بده يكفر. قال له ركفر وجهنم، إيه نعم، تسعة أمثالها. مرة واحد أخذني مشان أكتب له كتاب، المرأة مطلقة الظهر يكتب كتاب عليها المساء، أنه ما مشي الحال في عليها عدة. قال لي أخوها شيخ مشان الله أعطيها، قال لي إلا ثلاث أربع أولاد مش بدي أحواها، هي أولادها أعطيها خليها أخذها أكتب له كتاب. لك شو الشرع إلي؟ أنا لو قولي الشرع إيه نعم ولا بكتب له كتاب، لك يلا هي مشانك بس مخصوص يلا روحوا. ما ولو كتبت لك يعني بالك الكتاب زي وكتب لك يا صح يعني ما صح. هنا اجى الشاب يعني وعلى الشافعي ما في، وعلى الحنفي ما في، وعلى نعم على ابي مالك ما في، وعلى مدري مين ما في. اي والله قال يا بكتب له كتاب يا اما بيطلع من ملة الاسلام. والله براحته تطلع بتفوت ان شاء الله عمرك اي نعم لبعيد، ما انه شو بدي اسوي له، أما شغلي لا لي ولا لا. الشيخ بدر الدين الحسن كان يدرس بالأموي، إجا رجل من البادية مع مرته وقف على جنب قال له سيدي أنا طلقت مرتي مرة ومرتين وثلاثة وأربعة. قال له حاجة 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 ثلاث مرات خالصة مرتها. مع الشيخ فتحي صافي. الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم.